نلاحظ أن هناك قلبا أبويا كبيرا، قلبا محبا لأبنائه، هو قلب قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. يوجه الجهات المعنية، يقول لهم: أبنائي خارج الوطن تردني أوجاعهم همومهم، تردني إلي، نريد أن نقدم لهم كل ما باستطاعتنا بسهولة ويسر. تردني من المكلفين ومن أهلهم بإمكانية دفع بدل الخدمة الثابتة. فتح الأبواب، هذا المرسوم وهذا القرار فتح الأبواب على مصراعي للتسهيلات الكبيرة جدا لأول مرة تحصل في القطر. هذا الأمر أن يوضع بدل للخدمة الثابتة، ويوضع وتم تخفيض الإقامة، بدل الإقامة لأربع سنوات تم تخفيضها من 8000 دولار إلى 7000 دولار. يوجه مرة أخرى السيد الرئيس: أبنائي خارج القطر لا تزال تردني همومهم. فقال هذا الموضوع ما بدنا نيسر الأمور وليس نعسر. قبل أيضا البدل اللي عنده 3 سنوات إقامة خارج القطر، اللي عنده 2 سنين، اللي عنده سنة. فتح المجال أيضا لموضوع البدل للمفادين، لأبنائنا المفادين خارج القطر، إن يدفعوا أيضا البدل مقداره 6000 دولار. يوجه مرة أخرى السيد الرئيس: لا تزال هناك هموم لدى أبنائي، يجب أن نقدم كل سبل المساعدة والتيسير لهم لأبنائنا الاحتياطين. أيضا بدل جديد هو بدل الخدمة الاحتياطية. أيضا فتح بدل آخر هو بدل الطيارين المدنيين اللي هو 15000 دولار. أبنائي من الاحتياطيين أيضا تصلني الهموم. الاحتياطيون على رأس عملهم، الاحتياطيون على رأس عملهم إذا رغبوا بدفع هذا البدل. بالنسبة للعسكريين الراغبين بالدفع البدل أيضا، مجرد أن يقدموا طلب إلى هذا اللي على رأس عملهم، طلب إلى وحدتي: شو في عنا مجال للمساعدة؟ يجب أن نقدم لهم كل سبل التيسير في هذا الإطار. وجه أيضا بموضوع الإقامة، اللي عنده إقامة 4 سنوات خارج القطر، إني إمكانية تخفيض هذا البدل، نخفض البدل، يعني شوف التسهيلات الكبرى.